معنا معكم في حلقة في آي بي أحدث أنفو محمد الرضا اللي جاب رجليه باش يخلص الفاتورة اليوم. أنا جيت برجليه. مرحبا بك رضا. الله يبارك فيك. إكرام شكرا. الله يودي. ستان بليزير تعالى نكون معكم ونحضر في هذا اللقاء اللي ما عرفتش موجودة ليا فيه. لا كل خير إن شاء الله. كل خير طبعا. أول حاجة شنو غادي دير في مصر بعدا؟ التصوير كاين واحد استوديو تما كيتسجلوا فيه دابا عرفتي القنوات العربيه كلها تدخل استوديوهات من مصر ويعني البلاطو يكون في مصر وهي هذيك التلفزيون دبي هو برنامج اماراتي والتلفزيون دبي كنا نصوروا في دبي ومن بعد قال لك استوديو كاين في مصر ومشينا. دابا نقدروا نقولوا محمد رضا يعني بعد واحد السنوات من العمل والاشتغال والاجتهاد في المغرب ولا كيشتغل بشكل اكبر بروفيسيونيل واكثر احترافيه في اطار مؤسسه كبير اللي هو روتانا. كيفاش لا جيستيون ديال الكارير ديالك من قبل ودابا؟ واش دابا مرتاح شي شويه ولا دابا عاد صار الضغط؟ لا هو في الحقيقه الواحد فاش يكون تيخدم بوحدو تيكون لاقي راحته عنده الوقت ديالو كله باش يفكر وهادي، اما فاش تكون تبوع بشركات تكون عندك يعني اوقات معينه وعندك تايمينغ معين وعندك واحد الناس اللي متابعينك، اذا ما تبقاش بوحدك ما بقيتيش حر في نفسك. يعني ديك الشركات تبقى تتابعك شنو الجديد، فاش تقول لهم انا غنصيب اغنيه راه صافي غنصيب اغنيه خاصنا نخرجوا وقتاش غتخرج، ما تتولي داك الشيء تتسرع وتولي عاوتاني متقون اكثر واكثر حيت يكونوا كل واحد ماثر الجهه تاعو شاد المسائل اللي حنا خدامين فيها. والحمد لله دابا حنا خدامين في واحد جوج اغاني غنختاروا منهم واحده اللي غتخرج دابا سينجل من بعد. اغاني مغربيه طبعا. اغاني مغربيه انا دائما تنبغي الاغاني المغربيه واكثر اغنيه مغربيه اغنيه مغربيه فرضا نفسها علاش ما نغنيوش الاغنيه المغربيه ونزيدوا ندعموها. شنو المعاني ديال الاغنيه الجديده اللي غتقدمها رضا؟ شنو؟ معالمها شنو يعني؟ المعاني تاعها هي اغنيه انا كيف شافوا الناس في الفاتوره هي اغنيه يعني شنو نقدر نقول لك بعنا شعبيه مغربيه مودرن. نعم. يعني الستيل تاعي هو هذا هو داك البوب شعبي مودرن زعما قريب من الناس شويه فيه الفرح فيه النشاط فيه واحد الاشياء جميله جدا وفي نفس الوقت ان ميساج. هي هذيك مشيت في نفس مادام الاغنيه نجحت وخدات واحد الصدى ديالها زوين من بعد من اخرج البوم 10 على 10 اللي تا هو خدا واحد الصدى زوين والناس عجبتهم لابريه لا تليفون اللي في نفس النمط ديال الفاتوره. اذا فكرت قلت اذا الناس بغاو مني انا هذا النوع الاغاني اللي هي ناشطه واكثر الناس ولفوني في السبيكتاكل ديما تنوقف على الستيج وتنغني. يعني كاين واحد التجاوب بيني وبينهم انا تنغني في يعني لا في الحفلات الخاصه لا في الاعراس لا في الحاجات الكبار بحال اللي فيستيفال اللي تندير عندي واحد التجاوب مع الجمهور. انا ديما تنبغي الجمهور وتنبغي يكون عندي واحد التجاوب خاص بي انا والفرقه الموسيقيه ديالي. اذا صافي مشيت في هذا التيار تاع الاغنيه لشيء ما متحركه نشطه. البوم باش يتقدم دابا رضا يعني فيها شويه ديال المجازفه. مجازفه ماديه طبعا وعاد مجازفه فنيه في الانتقاء ضروري يعني في حسن الانتقاء. كيفاش جاتك انت هذه المجازفه على هذه الجهتين؟ هو اولا تحدي وعاوتاني ندعم الاغنيه المغربيه. بصراحه انا ندعم الاغنيه المغربيه باش يكون عندها ريبرتوار كبير واكثر شبابي. ما تهضرش على الاغنيه المغربيه تبارك الله اغنيه جميله وقدموا الناس بزاف ديال الروائع ولكن باش تتاح الفرصه لاول شاب مغربي مضى مع شركه روتانا فنان شاب رجل مضى مع شركه روتانا انتاج وتوزيع. قلت انا علاش لا ما نستغلش ان ندير واحد الالبوم كامل 10 الاغاني. نعم. اللي كان عايز توزع بواحد الطريقه كبيره واحد المستوى كبير وكان اول البوم مغربي تيخرج في العالم العربي 100% مغربي اللي هو البومي. انا بغيت زعما انا نسجلها للتاريخ ويكون عندي انا هذا السبق لهذه المساله هذه. الشركه وافقتني ما هي ديما تيتدخلوا كانت سهوله الاقناع بالنسبه لك معاهم. جات في ذاك الفتره تاع اغنيتنا ناشطه ومعروفه والاغاني المغربيه مشهوره بزاف هي هذيك وصافي قنعتهم بان الاغنيه مغربيه محتاجه ان يكون عندها البوم مغربي مدعوم بواحد الطريقه زوينه واحد التسويق في المستوى. وفعلا ما تردش الاستاذ سليم الهندي اللي هو مدير شركه روتانا قال لي استمر وتنشغل مع الاكيب تاعي اللي يعني تبارك الله عليهم ناس محترفين 100%. كما قلت دابا هذا وقت الاغنيه المغربيه هذا يعني على مستوى العالم العربي كلشي كيتغني بالاغنيه المغربيه. في الوقت اللي حنا يعني شبابنا كيقدم واحد النوع من الاغنيه المغربيه ولكن في جل يعني واغلبه ما هوش يرقى الى ما نطمح اليه خاصه من حيث الكلمه كنتكلم بالخصوص. كيفاش كتشوف هذه المساله انت اغنيات اللي كتخدم فيها انت واش كتنتقي الكلمه
ولا خصك أغنية كلماتها تضرب فقط؟ ماشي أغنية اللي تضرب شي حاجة. شوف كل فنان عنده ستايل تاعو، نعم. وكل فنان عنده واحد الثقافة، واحد البعد نظر ديالو، كيفاش بغى يوصل، واش بسرعة، واش بشوية عليه، واش عنده. دابا الشباب ما عرفش، ما نقدر نقول للأسف الشديد، ولكن شي شوية النقص تاع الفكر تاعهم، الاحترافية ديالهم، أنهم تيقلبوا على شي حاجة اللي خفيفة بزاف، نعم. ولاو الكلام داك الدارج اللي سهل، ما بقاش زاجة المغربي، ما بقاش مواضيع يعني مكتملة 100%. تلقى الموضوع مقطع، ما فهم شنو المعنى تاعو داك الشيء. كيف أنا مؤخرا يعني جاوني مجموعة العروض تاع بزاف الأغاني هذو اللي رايجة في السوق، ولكن لا ما بغيتهاش. خديت شي حاجات اللي لاحظت الألبوم تاعي كله مواضيع، وكله تيهضر على واحد الحاجة معينة، يعني كيف قلت يمشي واحد يجوع 10 هذا ميساج بحكا، يعني تمشي فرصة يجيو بزاف، خلص الفاتورة، يعني إنسان بحكا تحط في واحد الموقف وفي الأخر يخلص، زين دار زعما تيخلص الحق تاع داك الشيء اللي دار في حياته بحكا، نعم. يعني هي هذه خلص الفاتورة، وتجاوبوا مع الناس بزاف، لابريا لا تليفون واحد، يعني مواضيع أنا شيء أنا مثلا نتقيها تنقلب عليها مزيان وتندرسها وماشي بوحدي، حيت داك اللي إنسان تبدا يتصنت الراس وهذاك الشيء يدير غلط، نعم. تيخاف أنه يسمع الأغنية، بالعكس أنت تسمع الجوج، نسمع عليك ونسمع الواحد اخر ونسمع الناس اصدقاء ديالي، ناخذ الاراء باش نحاول نصيب شي حاجه اللي تكون في المستوى شي اللي كاين. والحمد لله حنا ماشيين في واحد التيار زوين، وتعرضوا عليا بزاف كي قلت لك الاغاني اللي كاينين دابا حاليا، ولكن ما خديتهمش. رضا، يعني بدايتك انت ماشي بحال شباب اللي بدا في 60 او 70، انت بدايتك كانت في اطار مهرجان الاغنيه العربيه في الدار البيضاء 2000 كانت بخير. اشكرك الى ما خدمتش. لا ماشي اشكر، ارفض ارفض ارفض. اغنيه اللي خديتي لي توجتي بها كجائزه الكبرى في المهرجان، يعني من 2000 لدابا يعني 16 سنه قياسا بالزمن، وما حققتيه كتبقى كبيره زمنيا مقابل ما حققتي. يعني نقدر نقول هذه السنوات الاربع والخمسه الاخيره اللي مشيتي بواحد الوتيره يعني عاليه، شنو العثرات اللي كانت قبل؟ العثرات انا كنت بحال تنغني لراسي كنت نغني لراسي واحد 14 سنه بحال اتجه هذا الوقت اللي فيه فريمون طلعت الاغنيه المغربيه. جاء دابا عند الوقت ديالها هو هذا 4 سنين ولا 5 سنين اللي فاز، تنحس براسي انا بحال يلاه بديت هذه 4 سنين ولا 5 سنين اللي فاز. يعني ذاك الوقت كله كنت نغني وتنبان في التلفزيون وداك الشيء، ولكن داك الشيء تضرب في واحد الحلقه مغلقه ما عندها حتى معنى، ويعني ما كانش بصراحه ما كانش هناك دعم، ما كانش الانترنت اللي تتساعد بزاف، كانت باينه ولكن الناس ما مهتمينش بها لذيك الدرجه، كانوا يستعملوا الاشياء الخاصه بهم. ودابا داكشي السوشيال ميديا ساعد بزاف، والاعلام تبدل، والصحافه تطورات، والناس يعني ولا واحد الاهتمام، حيت شافوا الاغنيه المغربيه بدات تبان، الوغ كلشي يهتم بها، وهي هذيك صافي ملي تطلق عليها الاضواء. وساعدونا حتى فعلا، احنا ما ننساوش ان العرب ساعدوا بزاف الاغنيه المغربيه. اش من ناحيه؟ انهم غناوها، انه عطاو الدرجه، تشوفي بان كانت واخا تخرج اغنيه في العام، جوج اغنيات، فهمتي، ولا داك الاهتمام بالاغنيه المغربيه، يعني ماشي كل ما اهتموش بها يعني، وعطاوها واحد بداو تيتصنتوا ليها وبغاو يفهموا المعنى ديالها، ما كانش تنجح. وانت عارفه القصه الاغنيه المغربيه كلها ساعدتها، انا بالنسبه لي انا والرؤيه تاعتي الفنيه ساعدتها بزاف الاغنيه العراقيه، حيت الاغنيه العراقيه واحد الاغنيه اللي حتى هي نفس الايقاع ديالنا، تشبه الايقاع ديالنا، سي سويت بحال الشعبي ديالنا، نجحات اغنيه عراقيه وخدات واحد الصدى كبير في العالم العربي، ولاو الناس كلهم تيتصنتوا لها. هي فاش بانت الاغنيه المغربيه تتشبه الاغنيه العراقيه، خداو منها الاغاني كلهم دابا اللي رايجين بحال الميكس بين اغنيه مغربيه واغنيه عراقيه، هما اللي عطاو هذا الميكس الجميل اللي دابا حاليا حنا عايشين فيه. ولكن ربما الفنانين المشارقه اللي نقلوا الاغنيه المغربيه دائما كنتكلموا على شكل الكلمه، ما نقلوهاش بواحد الشكل راقي. طبعا حيت ما تيفهموش، ما عارفينش الكلمه شنو المعنى تاعها، حنا نفهموا اكثر منهم. يعني اللي شديتي كلمه تعرف المعنى تاعها وتعرف يعني مخدموناش المغزى ديالها وداك الشيء، لا بالعكس لينا، ولكن في نفس الوقت تار واحد الضجه تاع اغنيه مغربيه، هذيك المصلحه هذيك المصلحه شنو كاين، تيقلبوا راه كون ما كانش تيقلبوا ما كانوش يطيحوا في شي حاجه، فهمتي، تيقلب مره تيطيح في غلط ومره تيطيح في شي حاجه صعيبه بزاف. مريم فارس غنات كل شيء بهكا بزاف، شكون قلت عاوتاني؟ لا بدا اول واحد، بدا ولا جسمي بدا هو نبيل شعيل، بعد من حسين الجسمي،
بعد منه عاد هادو الشرقيين هكا جا جمعه الاغاني تغناز باسكال مش علاني فضل مزروعي خلاص هذاك تحس براسو مغربي. انا تلاقيت في دبي تحس براسو 100% مغربي تغني الراي يعني هكا كوجاز من مسترسله حتى الاغنيه خدات الصدى ديالها. اعتقادك رضا يعني حاليا بالنسبه للشباب اللي كيغني الاغنيه المغربيه اكيد هو تحدي كبير عنده انه وصل وكيوصل الاغنيه المغربيه للضفه الاخرى، ولكن كاين في نفس الوقت على المجهودات اللي كتبذل في هذا السياق هذا كاين لها ملاحظات اخرى سورتو مثلا ملي كنشوفوا انه كتخرج اغنيه واحده كيتباعها موجه واش غنبقاو نديروا الاستنساخ؟ للاسف الشديد ان كاين واحد المشكله تاع التشابه في الاغاني وان واحد تيتبع انا ما كاينش الافكار في اللحن الكلمه هذه هي انهم تيقولوا بان يمكن هذا الوصفه هذه الوصفه السحريه سفره لقيناها راه صافي ما دمجح بها واحد راه ينجح بها كل شيء. لا ما يمكنش الا ما كانش التنوع ما يكونش هنالك سميتو ما يكونش هنالك واحد الاختلاف وما يكونش هنالك واحد النجاح. غتبقى ديما تندعموا واحد النقطه واحده اللي هي اللي ناجحه في الاول فهمتي. اذا خاص الانسان يتنوع. داكشي علاش انا تنحاول نقلب على ستايلات جديده وداكشي تاع كي قلت لك انا تعرضوا عليا بزاف الاغاني ولكن تتشبه لكل شيء. علاش قلت لك ما اختيتهاش؟ تتشبه لهادشي اللي واقع دابا حاليا فهمتي. وكيف تلاحظوا اغاني انا نحاول ديما نبعد ما تحاولش نشبه شي حد. نعم حتى الايكيب اللي تيشتغل معاه شي فنان مثلا بحكا المجموعه بحكا سعد مجرد ولا حاتم عمور ولا من الشباب هذو دابا حاليا اللي كاينين في الساحه فهمتي. اصدقاء تنتلاقاو تنشافوا داكشي واخا بيناتنا واحد المنافسه كاين هنالك يعني يشتغلوا هما مع هذا السيد. انا تنحاول نقلب على واحد فنان واحد اخر يعني مثلا نشتغل مع جناح مداوي انا مشيت عند رشيد محمد علي داروا خذوا كلمات من هنا ناخذ باش يكون واحد التنوع باش حيت هذا يمكن يعطيني واحد. ولكن تتلقى بان كل شيء بحال هكا تيقرب لبعضياتهم فهمتي. حيت بحال اللي قلتي تلاحظ التوليفه السحريه ولكن ماشي هي هذيك التوليفه السحريه هي اللي جايه لعندنا انا. ان شاء الله ان شاء الله.